السلام عليكم. توفي تيك توكر الملقب بحسني بن حي العمرية بمدينة عين تيموشنت بعد أن استغلته العديد من المنصات وبعض الناس للشهرة وما شابه، وبعدما تدهورت حالته الصحية تركه الجميع ولم يجد أحد إلى جانبه إلى أن وافته المنية في ظروف مأساوية. وقال مقربون أن أسباب تدهور صحته في الآونة الأخيرة يعود إلى الكمية الكبيرة من الخمور والممنوعات بأنواعها والتي كان يتعاطاها الضحية خلال الفترة الأخيرة من طرف بعض الأشخاص والذين كانوا يستغلونه للضحك والرقص وما شابه لرفع المشاهدات على حساباتهم، وكذلك لأغراض شخصية ثم ربح الأموال الطائلة. إنا لله وإنا إليه راجعون.